هل يجوز فعل الذين يهدمون مقابر القبوريين في بعض البلدان؟ يا إخوان، الإنكار باليد لا يكون إلا للسلطة، لأن السلطة ما حد يقدر يردها. أما الأفراد إذا غيروا باليد من غير سلطة، كل يمنعهم وكل يضربهم وكل يقتلهم. فلا يجوز هدم القبور إلا للسلطة، السلطة. وأما الذي ليس بيده سلطة إنما يكتفي بالنهي فقط، يكتفي بالنهي فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، والأصنام على الكعبة، والأصنام على الصفا والمروة، واللات والعزى ومنات أكبر الأصنام باقية، ما مد يده عليها لأنه ما يستطيع. فلما هاجر إلى المدينة وقامت دولة الإسلام وفتح الله عليه مكة أزال الأصنام كلها، لأن أعطاه الله سلطة، لأن الله أعطاه سلطة. قبل هذا ما بيده سلطة، يكتفي بالنهي فقط عن الشرك، ينهى عن الشرك ويأمر بالتوحيد. ولما هاجر إلى المدينة وقامت دولة الإسلام وجند الجنود وجاء ب10,000 مدججين بالسلاح، فتح الله عليه مكة أزال الأصنام كلها، اللي على الكعبة واللي على الصفا والمروة واللات والعزى ومنات، طهر الأرض من الشرك بسبب السلطة التي أعطاه الله إياها. فيا أخوان، لا تمدون يديكم بدون سلطة، تسيئون إلى المسلمين وإلى الإسلام. نعم.